صباح الخير. شفر 1983 ماكينة 350 غير توماتيك دبل، طبعا هذا عليه شد فوق زي الجلسة وفي جوه زي المخازن، ما شاء الله تبارك الله، موتر أساسه نظيف اللهم بس مرشوش رش على النظافة، يعني ما في سمكرة ما في معجون أبدا، موتر نظيف. كنا نصوره لكم لاحقا، بعدين راح نوفيكم صور للشد من جوا وإيش التفاصيل اللي فيه. في زي الإنارة الليد من جوا، نوريكم الداخلية الآن. بسم الله، داخلية الشفر غير توماتيك ودبل. هنا عندكم الطبلون ما شاء الله تبارك الله، نوريكم أسفل السيارة. أي سؤال أي استفسار يا أخوان، اللي حاب صور زيادة أو فيديوهات يتواصل معنا ويبشر إن شاء الله.